وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تعالى: بسم الله، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعد أن بين الله تعالى لنا في الآيات السابقة صفة المتقين والصالحين والمؤمنين الذين اتصفوا بخمس صفات، خمس صفات من صفات أهل الإيمان والتقوى، بين الله أنهم إذا عملوا عملا أعطاهم الله الأجر عليه في الدنيا والآخرة، وأثبت لهم الثواب والفضل الإلهي بقوله: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، يعني أعمالهم التي يعملونها من الخير كلها مسجلة لهم ومقبولة عند الله سبحانه. وأولئك، والله عليم بالمتقين، يعني هذه الصفات الخمس هي صفات أهل التقوى، من عمل بها كان من المتقين، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهؤلاء الذين عملوا هذه الصفات فهم من أهل التقوى، ولا يضيع الله عنهم أجرا أبدا. وبعد أن ذكر لنا صفة أهل التقوى بين لنا صفة الكفرة الذين أنكروا الإيمان بالتوحيد بالله وحده، وأنكروا الإيمان بالرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، وكذلك أنكروا الإيمان بالبعث بعد الموت. فهؤلاء بين الله لنا ما لهم يوم القيامة، فيكون القرآن قد عدل بين الفئتين: أهل التقوى ما ينالونه عند الله، وأهل الكفر ما يدركونه من عذاب عند الله يوم القيامة. والإنسان في الحياة مخير، يختار أن يكون من الصالحين فله الأجر، أو يكون من المسيئين فعليه الوزر. إن كان من الصالحين فله عند الله المغفرة والكرامة، وإن كان من المسيئين فله عند العذاب عند الله العذاب والنقمة. والله جعل الحياة مطلقة للإنسان مختارا فيها، إن شاء أن يعمل بعمل الصالحين، وإن شاء أن يعمل بعمل الأشقياء المحرومين، فكل الخلق مختارين لا إجبار في الحياة. فالله يقول: إن الذين كفروا، الكفر هنا كفر بوحدانية الله، وكفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفر بالبعث بعد الموت. هذه من عقيدة المؤمن، أن يؤمن أولا بوحدانية الله، بأن الله إله واحد في هذا الوجود، هو الذي يدبر الأمر، وهو الذي يحيي ويميت، وهو الذي يقضي
بالحق كما يشاء، هو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، لا معين ولا مساعد. نؤمن بأن الله وحده هو المتكفل في هذا الوجود، وهو الذي خلق الخلق وتكفل بأرزاقهم. فالإيمان بوحدانية الله أن يؤمن الإنسان يقينا أنه لا يأتيه خير إلا من عند الله، ولا يصيبه مصيبة إلا بإذن الله، فما أصاب من مصيبة فبإذن الله. فالمسلم إذن يستسلم لله في تقديره وقضائه، فهو راض عن الله في تدبيره وفي قضائه. والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤمن المؤمن أن رسول الله هو النبي المرسل من السماء، أرسله الله تعالى وأيده بالوحي ليحمل لنا الشريعة وقوانين الحياة ونظام الدنيا، ليسعد الإنسان في الدنيا ولتكون دنياه سعادة للآخرة. فإذا النبي هو المنسق والمنظم لقانون سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام سن قوانين الحياة، ثم ترك بعده من يرثه في تنسيق وتنظيم هذه القواعد، فانتقل النبي إلى الدار الآخرة وسنته قائمة بيننا، وكلامه صلى الله عليه وسلم بيننا قائم، وروحانيته صلى الله عليه وسلم وروحانيته كذلك معنا. فالإيمان بالرسل أن نقتدي بفعل رسول الله، وأن نعمل بسنته، وأن نقتدي بأفعاله، ونتخلق بأخلاقه، حتى تتناسب روحنا مع سنته ومع اتباعه، لعلنا أن نلتقي به يوم القيامة على حوضه الشريف، فيسقينا الله إن شاء الله شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ثم الإيمان بالبعث بعد الموت، وهو القاعدة الثالثة في الإيمان الذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة. الإيمان بالبعث أن الإنسان لا بد له بعد هذه الحياة أن يبعث بين يدي الله ويحاسب عما قدم في هذه الدنيا من حسنات وسيئات، من طاعات ومعاصي، من عبادات ومخالفات، من قرب إلى الله ومن جفاء، كل ذلك سيحاسب عنه العبد يوم القيامة حسابا دقيقا، حسابا بمثاقيل الذر. قال تعالى: ونضع الموازين القسط، يعني الموازين العدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالنظرة والالتفاتة والإشارة باليد والكلمة، كل ذلك يحاسب العبد عنهم يوم القيامة. فإن كان المؤمن يؤمن باليوم الآخر أصلح أعماله في الدنيا واستقام على الفضائل والطاعات فلقي الله وليس عليه خطيئة. وأما المهمل والمسرف على نفسه والخطاء، فهو الذي يرتكب الذنوب ثم لا بد له من الحساب يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. المخاطب بهذه الآية هم اليهود من بني قريظة
وبني النضير، ثم الآية عامة في كل من كفر بالوحدانية أو حارب الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم أو عاند الرسالة، وكل ذلك الكفر كان من أجل هدف واحد. بيستغرب الإنسان، اليهود كفرهم وعنادهم من أجل سبب واحد، هو المال، هو المال. من أجل المال كفروا بالوحدانية، من أجل المال كفروا بالرسالة، كفروا بالبعث، لأنهم يريدون المال والمال فقط. فلا نبوة يعترفون عليها، ولا رسالة يتبعونها، ولا أنبياء يقتدون بهم، إنما يريدون المال. وتبعهم على ما هم عليه مشركو مكة. المشركون تبعوا اليهود على هذه الأعمال وهذه الأخلاق، فمنهم أبو جهل، ومنهم من كان مشركا ثم أسلم. كانوا يغترون بكثرة المال، ويظن أن الغني في الدنيا هو غني في الآخرة، وأن العظيم في الدنيا هو عظيم في الآخرة. فما دام أنه في حياة تانية، فمعناتها مثل ما العوام بيقولوا الزنقيد في الدنيا، الزنقيد يعني الثري صاحب المال، هو زنقيد في الآخرة. ما عرفوا أن الإنسان يحاسب على المال الذي جمعه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وغاب عن زعمهم كلما كثر المال كلما كثر الحساب وطال، يطول حساب الأغنياء، أما الفقراء فلا حساب عليهم، فليس عندهم إلا ما يأكلون، لذلك يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة. ثم إن المشركون أهل الشرك كان كفرهم أنهم أنفقوا الأموال في حرب رسول الله، ينفقونها من أجل قتال النبي وحرب النبي، وهم يريدون أن يكون لهم في الدار الآخرة الأجر والثواب والقصور والمنازل. فأنزل الله تعالى فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة، حسرة يوم القيامة تكون عليهم حسرة، لأن إنفاقهم في محاربة الإسلام وفي محاربة دين الله. وهذه الآية عامة، إن الذين كفروا عامة، سواء كانوا من اليهود أو من المشركين أو ممن حارب الإسلام أو عادى النبي عليه الصلاة والسلام، فكل من كان يطعن بالنبوة أو يذكر لها نقصا فعد من أهل الكفر، كالذين عيروا النبي صلى الله عليه وسلم بالفقر، قالوا إن الله إن كان أرسل محمدا فكان يجب أن يغنيه، أما أن يرسل نبيا فقيرا فهذا ليس بنبي والله لم يرسله. اعتبروا أن يكون النبي غني ويملك الأموال ويدفع الأموال، والقرآن أثبت لنا فقر النبي عليه الصلاة والسلام لا لحاجة ولا لضرورة، ولكن لو كان النبي غنيا لطلعت الدعايات أنه لا يؤمن أحد إلا إذا أعطاه مال، فالنبي عم يشتري الناس بالمصاري، هي كانت تطلع الدعاية. فالله عز وجل جعل يد النبي فاقدة للمال لئلا تكون هذه الدعاية، وليعلم
أن الذي يأتي إلى النبي يأتي خالصا لدينه، خالصا لحبه لله، لا يريد مالا ولا يريد عزا ولا كرامة، إنما يريد إيمانا بالله وحده. فلذلك قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ وطلبوا أن تكون له جنة يأكل منها، بدون بستان يأكل يطعميهن، لكن الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبذل المال في تبليغ دعوة الله، لا من أجل إعطاء المال أو الغنى. هنا نقطة يجب أن نقف عندها. كثير من الناس عندما يرى الداعي فقيرا يبلغ الدعوة، قل شو عنده أموال، شو بيملك، ماشي، بيقول ايه عم يعمل حاله دعوة بس منشان يجمع له شوية مصاري. هذا واحد جوعان بده شوية مصاري، لذلك لا يؤمنون به. وإذا كان الداعي غني كمان تطلع فيها تاني، قل هذا الداعي عم يرغب الناس، بيدفع لهم المال، بيرغبهم بيجوا لعنده. فالناس قسمين، منهم من يطعن بالغنى ومنهم من يطعن بالفقر. فالإنسان مهما كان على أي حال لا يرضي الناس، لذلك إرضاء الخلق غاية لا تدرك، لا يمكن أن ترضي جميع الخلق. إن رضي إنسان غضب إنسان. فلذلك الداعي ليس له التفات إلى الخلق، إنما يلتفت إلى الحق، وجهته إلى الله وحده، ولا يلتفت من يطعن أو يذكر النقائص أو يذكر العيوب. هو مع الله يدعو لله ويبلغ دين الله لوجه الله. فإذن المجتمع منهم من يمدح ومنهم من يذم. فإن كان الداعي غنيا طعن به الفقراء وطعن به الأغنياء، لا ينتهي من هؤلاء ومن هؤلاء. وإن كان فقيرا كذلك طعن به الغير. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب أن تكون صحابته فقراء، قال: إن الفاقة لأصحابي سعادة. لأن طالب العلم في بدايته إن كان فقيرا تفرغ للعلم وانفرد للطاعة وتوجه إلى الله، أما إذا كان غني فبده يشتغل بالتجارة وبطلب العلم، لا يمكن أن يجمع الاثنتين، ولا يمكن أن يجمع قربا إلى الله مع المال. فقال: إن الفاقة لأصحابي سعادة، وإن الغنى للمؤمن في آخر الزمان سعادة. المؤمن الذي يؤمن بالله، يدعو إلى الله، يبلغ دين الله، لأن في آخر الزمان يضعف الإيمان في قلوب الخلق، فلا يفكر أحد بالدين ولا يفكر أحد بالإسلام، إنما يفكر الإنسان بطعامه وشرابه وشهوته. أما في الإسلام لا يفكر ما هو واجب الإسلام عليه، ما هو واجب الدعوة عليه، ما هو واجب القرآن عليه، لا يفكر بهذا، إنما إن أتى يسمع ثم يمشي. ففي آخر الزمان الناس يضيعون الإسلام، ولا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. مساجدهم عامرة وهي من الهدى خراب. فالناس إذن بيبتعدوا وبيتركوا الدين. فالداعي إذا أراد أن يدعو إلى الله عز وجل يبلغ دين الله، سواء كان على غنى
أو على فقر، إنما يريد دلالة الخلق على الله. إن الذين كفروا برسول الله في زمنه، وكفروا بالدعاة في كل زمن، في كل زمن إذا رأى داعيا إلى الله ناجحا موفقا، جعل الله على يده هداية الخلق، أو جعل الله على يده إنقاذ العباد بدلالتهم على الله، قاموا أعداء لهم، حاربوهم، طعنوا بقولهم، طعنوا بأحاديثهم، ذكروا لهم نقائص، حتى بزعمهم يقطع الناس عنهم. لكن الذي أنزل القرآن هو الله، والذي أنزل الإسلام هو الله، والله كفيل بحفظ دينه. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. ومهما أراد أعداء الدين أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يأبى الله إلا أن يتم نوره. فلذلك المسلم يجب أن لا يعطي أذنه لأعداء الدعوة، لمن يطعن بالدعاة أو يطعن بالعلماء، يجب أن لا تعطي أذنك لمن يطعن. وذكرت لكم من قول الشيخ عيسى رضي الله عنه، قد إذا رأيتم من يطعن بالشيخ، إذا رأيتم أو سمعتم من يطعن بالشيخ فابعدوا عنه، فإنه السم القاتل لدينكم وإيمانكم. لأنه متى قطعك عن الشيخ؟ إذا انقطعت عن الشيخ، من الذي يعلمك الإسلام؟ من يعلمك الدين؟ من يفقهك بالقرآن؟ من يفقهك بالسنة؟ تركت الكل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فينتقل من الهداية إلى الغواية، وينتقل من الصلاح إلى الفساد. فهكذا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، سواء في الخمر والميسر، أو سواء فيما يبعدك عن الله وعن دين الله. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم التي أنفقوها من أجل محاربة النبي صلى الله عليه وسلم ولمحاربة الإسلام. قال هؤلاء لا ينتفعون بالمال الذي أنفقوه، بل سيكون المال عليهم حسرة، وسيكون عليهم نقمة يوم القيامة، وسوف يكون هذا المال هو النار التي تشتعل بهم، لأنهم أرادوا إطفاء نور الله. وكم الآن يا أحبابي، الآن وفي كل زمان، كل داعي كم تكسر حوله الدعايات والمؤامرات والطعن وذكر النقائص، كل ذلك لئلا يجتمع الناس حول الداعي المبلغ لدين الله. ومرة سألت بعض هؤلاء، قلت طيب هل يجوز لك أن تتكلم على فلان كذا؟ قال إيه، كل الناس عمروه لعنده، لهنا ما عاد عنا حدا، كل الناس عمروه لعنده ولهنا ما عنا حدا. إذا انشغلت حسد، حسد أنه عمروه لعنده. طيب اعمل مثل ما عمل، وادعي مثل ما دعا، واصبر مثل ما صبر، الله بيعطيك مثل ما عطى. الخلق اكتار، فأخلص لله. بده لا، هو بده مظهره والناس يجوا لعنده، هذا لا يكون. فلذلك أولياء الله رضوان الله عليهم يقومون بخدمة دين الله في ليلهم ونهارهم، في ليلهم بكائين من خشية الله، وفي نهارهم دعاة إلى الله مبلغين، في
ليلهم يدعون لأحبابهم وفي نهارهم يبلغونهم وينصحونهم، فنجد الخلق يلتفون حولهم ويقبلون إليهم. أما من قصر في تبليغ الدعوة أو أعرض عن تبليغ الرسالة فهذا ليس له في خدمة الخلق نصيب وليس له عند الله من نصيب. لن تغني عنهم أموالهم ولا علومهم ولا مكانتهم، لن تغني عنهم شيئا. لماذا؟ لأنهم لم يخلصوا لله. ثم بين الله تعالى قال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. المال والأولاد لن يغنوا ولن يبعدوا عنه العذاب ولم يصرفوا عنه النقمة ولن يستطيعوا أن يبعدوا عنه غضب الله، فعذاب الله محقق لهم ولا يستطيعون صرفا له عن أنفسهم. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. وانظروا الآية هنا، الله جمع المال مع الولد، وفي عدة آيات جمع الأموال والأولاد. في سورة الكهف المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وإنما أموالكم وأولادكم إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. جمع المال مع الولد لأن النفع موجود فيهما، كما أن النفع موجود بالمال كذلك النفع موجود بالأولاد. فبالمال تقضى الحوائج وبالمال تيسر الأمور وبالمال يستطيع الإنسان أن يحصل كل شيء، كذلك الأولاد في كبرها كمان تعين على قضاء الحوائج وتكون سندا للآباء في كبرهم. فلما كان الولد ينفع كنفع المال جمع الله بين الأموال وبين الأولاد، جمع بينهم بالمنفعة وجمع بينهما بالمضرة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، كما تفتن بالمال كذلك تفتن بالأولاد. من أجل الأولاد ممكن يأخذ الرشوة، من أجل الأولاد ممكن يأكل الحرام، من أجل الأولاد ممكن يقاتل، ممكن يغش، ممكن يكذب، حتى يأتي لأولاده بما يعطيهم أو بما يوسع عليهم. وكما أنه يحب جمع المال وتكثير المال من طرق شتى، كذلك من أجل الأولاد يملك هذا. فالأولاد إذن فتنة والمال فتنة. وأما بالنسبة لأهل الإيمان فالمال والأولاد نعمة من الله لهم، نعمة من الله. ولنرى ما كيف تكون النعمة وكيف تكون النقمة. فأثبت القرآن أن الأموال والأولاد بعد الموت لا تفيد الإنسان شيئا ولا تنفعه، لا تنفع الكفرة ولا تنفع الإنسان. نفع المال في الدنيا، تنتفع بالمال ما دمت في دنياك، فالمال ييسر لك بعض الأمور ويقضي لك بعض الحاجات. أما إذا أتى الموت فالمال صار للورثة وليس لك منه شيء. إن كنت جمعته من حلال فلك الأجر ولك الثواب بما ينتفع به الأولاد، وإن كنت جمعته من حرام فما استعمله الأولاد فكله وزر
عليك وخطأ. فالمال إما أن يكتسبه الإنسان من طريق حلال فينتفع به في الدنيا بالأعمال الصالحة، وفي الآخرة فيما ترك لأولاده من أعمال. فإذا المال لا يفيد بعد الموت. لو أن إنسان بيملك 1,000,000 دولار ثم أتاه الموت، كم دولار بنزلوا له معه على القبر؟ يتبع الميت 3، الحديث الوارد يتبع الميت 3، أهله وماله وعمله، فيرجع 2 ويبقى معه 1، يرجع الأهل والمال ويبقى معه العمل. فمالك لا ينفعك في قبرك ولا ينفعك عند الموت. ولو أراد أن يدفع المال ليفتدي نفسه من العذاب، هل يقبل منه؟ يود أحدهم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه؟ كلا، لا يمكن أن يكون الأهل ولا الأولاد ولا الأموال فداء للإنسان. لا يفديك يوم القيامة إلا صالح عملك. فإذا المال لا ينتفع به الإنسان بل يكون مسؤولا عنه يوم القيامة غدا، الوقوف بين يدي الله. فيسألك الله من أين اكتسبته وفيما أنفقته. منين جبت؟ إذا بالدنيا ما صار من أين لك هذا، فبالآخرة بده يصير من أين لك؟ منين جبته؟ من طريق حلال أم من طريق حرام؟ فإذا كان في قرش من حرام، قل سيدنا عيسى صلوات الله وسلامه عليه مر بقبر فسأل الله أن يحيي له صاحب هذا القبر، صلى ودعا، فبعد شوي قام صاحب القبر وهو مبهود ويقول: ما تريد مني يا روح الله؟ ما تريد مني؟ سيدنا عيسى قال له: حابب اسألك قديش صار لك انت متوفي، قديش صار لك ميت، والله شو عمل فيك، حابب اسألك. قال له: مت منذ 800 عام. قال له: وما فعل الله بك؟ قال له: لا أزال في حساب وعذاب بين يدي الله، كل يوم حساب، كل يوم 800 سنة ما خلاص. فسيدنا عيسى قال له: ما أكثر ذنوبك وما أعظم خطاياك، ما كان عملك؟ قال: كنت أحمل على ظهري للناس، يعني كان عتال حمال. قال: عتال و800 سنة بالحساب، شو عامل؟ قال: حملت يوما على ظهري حطبا لإنسان، وفي الطريق أخذت منه قطعة ليخلل به أسناني. أخذ من الحطبات شافت أشي ينكش أسنانه، نكش أسنانه ورماها بالأرض. قال: فعلى هالأشي كل يوم الله عم يحاسبه، 800 سنة وما خلص لسه من الحساب، أنه هي الأشي لما أخذتها حلال ولا حرام؟ استأذنت صاحبها؟ وبعد ما نكشت اسنانك ليش رميتها بالارض؟ استهتارا بعظمه الله انه ما بيحاسبك، او استهتارا بحق المسلم، او ضياعا لحق اخيك المسلم؟ شلون ترميها بالارض وما بتعتذر، ما بتستسمح؟ قال: 800 سنة لسه ما انطفت عني مراره الموت وانا دائما عم بسأل. فهذا مشان اشي نكش فيها اسنانه. فكيف بقى بالإنسان الذي يأكل لقمة الحرام والذي يؤذي الخلق
والذي يضر الناس والذي يسعى بالفساد كيف يقابلون الله؟ فإذا المال لا يفيد يا إخواني، يفيدك وينفعك إن صرفته في طاعة الله أو اكتنزته لورثتك لئلا يحتاج الغير. إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. فالمال لا ينفع، فالكفر يدفعون مال عند زعمهم أنهم يؤجرون عليه، فأنزل الله تعالى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. كذلك الولد لا ينتفع به الكافر ولا ينتفع به المنافق. الأولاد كذلك إذا أدرك الإنسان الموت انقطع النسب بين الإنسان وبين أخيه أو أبيه أو ابنه، انقطع النسب. قال الله تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ابنك، أخوك، أبوك، زوجتك، متى حصل الموت انقطع النسب، فصار نسبك الآن بعد الموت التقوى. أما أنا ابن فلان، أنا ابن الشيخ الفلاني، أنا ابن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا لم يكن نسبك الديني والشرعي مطبق على سنة رسول الله فنسبك غير صحيح. فالنسب هو العمل وليس هو ابن فلان أو ابن فلان. فالأولاد إذن عند الموت تنتفع. لذلك في مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وأرضاه، إذا مات الزوج أو ماتت الزوجة حرم أحدهما على الآخر، فلا بصحب الزوج أن يرى زوجته ولا الزوج أن ترى زوجها، انقطع النسب صارت أجنبية. في مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه يجوز للزوج الصالح المؤمن التقي أن يغسل زوجته بصح، لأن يعني سيدنا أبو بكر الصديق غسل زوجته، فإذا كان في صلاح تقوى. أما إذا كان يخشى من زلة أو خطأ فنقول الأفضل أن يبتعد عن ذلك. أما الأولاد بالموت ينقطع النسب بينهم. فهنيئا لولد انتسب إلى التقوى، انتسب إلى التقوى لأنها نسب الله في الدنيا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكذلك الأولاد بعد الموت لا تفيد الأب بتخفيف حسنات بتخفيف سيئات أو تكثير حسنات إن لم يكن الأب مؤمنا وربى أبناءه على الإيمان. الأب المؤمن الذي يربي أولاده على التقوى وعلى الإيمان فهذا ينتفع بأولاده بعد الموت كما كان ينتفع بهم في الحياة، والولد ينتفع من أبيه كذلك إذا كان رباط التقوى بين القلوب قائم. أما رباط النسب فقط، رباط النسب لا يفيد ولا ينفع. فإذا الأب حتى يكتسب أولاده بعد موته عليه أن يربيهم على الإيمان، تربية الإيمان، تربية القرآن، تربية التقوى، يربي أولاده على ذلك حتى ينتفع بهم بعد الموت. الكفرة محرومين من هذه النعمة، أولادهم بيخرجوا كفرة مثل حكايتهم وليس لهم نفع منهم. وكما قال الله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، بالتي تقربكم عندنا زلفى
هؤلاء الكفرة لا تنفعهم أولادهم ولا تقربهم ولا تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك لو أنفقوا الأموال، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، لم ينتفعوا من الأولاد ولم ينتفعوا من الأموال. هذا حال الكفرة. ويؤخذ من الآية ونستنبط من الآية، لما ذكر الله لنا حال الكفرة يجب أن ننتفع بحال أهل الإيمان المؤمنين. ما هي حالة أهل الإيمان بأولادهم وبأموالهم؟ أما أهل التقوى، أهل الإيمان، ينتفعون من أولادهم ومن أموالهم في الدنيا وفي الدار الآخرة. النفع مزدوج في دينه وفي دنياه. المال ينفع المؤمن والأولاد ينفع المؤمن في الدنيا والآخرة. أما أموالهم في الدنيا، الله يجعلكم منهم ويجعلنا منهم من المؤمنين. المؤمن في الدنيا يسخر أمواله لفعل الخيرات ولعمل الصالحات ولأنواع المبرات، بيعمل هون خير بيفعل هون خير، يكرم أيتاما ويطعم مساكين ويكسي العريان ويجبر خاطر الأرامل، يفعل الخيرات سواء كان مؤقتا أو كان العمل دائما. فتكون هذه الأعمال تكون زيادة لهم في أعمالهم بعد الموت. فتنمو حسناتهم بعد الموت وتمحى سيئاتهم بعد الموت وترفع لهم الدرجات. فانتفعوا بأموالهم بعد الموت كما ينتفعون بها في الدنيا. واسمعوا قول الله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن من أتى الله بقلب سليم نفعه المال والبنون. من لم يكن على قلب سليم من الإيمان والتوحيد فلا ينفعه المال ولا الأولاد. أما من كان قلبه مؤمنا سليما نفعه ماله ونفعه أولاده فينتفع بهم. والحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. الصدقة الجارية أي صدقة تصدقت بها، سواء تصدق على بيت الله، أتى بحصير، أتى ببساط سجادة، أتى بمصباح، يعني ساعد بيت الله بأي شيء، أو ساعد بناء بيت الله، وضع لبنة في بناء بيت الله، لبنة، هذه اللبنة ستجدها في صحيفتك يوم القيامة أثقل من جبل أحد. لبنة في بيت الله، أو فرش حصيرا، وكما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، ومن بسط فيه حصيرا صلى عليه 70,000 ملك حتى ينقطع ذلك الحصير. فالحصير كم بيعيش؟ بعض أوقات 10 و20 سنة بيتم الحصير. 20 سنة 70,000 ملك يصلون عليك يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ومن أسرج فيه سراجا، سراج يعني مصباح، ومن أسرج فيه سراجا صلى عليه 70,000 ملك حتى ينطفئ ذلك السراج. ما دام مصباح
متوقد الملائكة تصلي عليك. فهذا إذا أي صدق جاري أو رجل أتى بمصحف إلى المسجد وهب مصحفا إلى بيت الله، فكل من يقرأ به وكل من يحفظ منه فثوابه إلى الذي أتى به إلى المسجد. رجلا أتى بإهاب يعني بجلد خروف، ذبح خروفا دبغ الجلد وأتى به إلى المسجد، فكل من صلى عليه أو ذكر عليه أو تلا القرآن عليه فلك بعدد صوفه حسنات حتى يتقطع. هذا الأجر بعد الموت، هي صدقة جارية أو أجر ماء بارد مثل اللي بيجيب البراد على الجامع جزاهم الله خيرا. المسلمين بيشربوا ماء بارد، فكل من شرب كأسا من الماء سقاه الله إياها يوم العطش الأكبر. هذا ينتفع في الدنيا وبعد الموت، هي الصدقة الجارية. فكل صدقة تنفع تنفع الخلق. إنسان أراد أن يتصدق، رأى إنسان مثلا بده يعمر بيت وهو فقير، ساعد في بناء بيت لفقير ليتيم لمسكين، فبمقدار ما بيعد ذلك الفقير وينتفع بالبيت بمقدار ما يكتب. إنسان دائما في فعل خير لمن لا يمكنه فعل الخير، لا يستطيع فعل الخير، فعلت معه خيرا، أرملة في بيتها أجريت لها في كل أسبوع كيلو خبز، جراية يعني مثل معاش كل أسبوع كيلو خبز أو ربطة خبز، فهذه بلقمة الخبز الله يدخلك الجنة، وتكون لقمة الخبز أكبر من جبل أحد، فكيف بربطة الخبز؟ فهذه صدقة جارية. انظروا إلى كبار أولياء الله رضوان الله عليهم. سيدنا الشيخ محيي الدين رضي الله عنه وأرضاه عمل المطعم بعد وفاته، إطعام الشوربة بعد وفاته، هلأ قائمة لهلأ رجعوها، يعني ما عنده خبر، رجعوها الشوربة تبع الشيخ محيي الدين رجعت. ف كل يوم عم يوزعوا على الفقراء، فكل من يأكل لقمة من الشوربة هي على مائدة سيدنا الشيخ محيي الدين. الشيخ محيي الدين صار له متوفي 800 سنة وأكثر، والفقراء يأكلون على مائدته، فهذه صدقة جارية. فإذا أطعم يتيم لقمة مع النبي رفقاء كهاتين، فإذا عم يطعم الأيتام 800 سنة على صفرته كم له؟ كذلك سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، أنا زرت مسجده وكذلك الشوربة تبعه قائمة للفقراء والمساكين. هكذا نفعهم المال بعد موتهم، صرفوا في صدقة جارية إلى الفقراء، فنفع الله الفقراء ونفع الله المساكين بذلك، فهي صدقة جارية. أو علم ينتفع به، هذه بعد الموت، والعلم الذي ينتفع به، سمعت حديثا عن رسول الله، سمعت آية عن كلام الله فعلمتها، فالذي علمته إياها لك أجر ما عمل بها ما دام يعمل بها، فإذا علمها لأولاده أو علمها لجيرانه فلك ثواب من علم، وزي اللي علمهم علموا، ما دام العلم ينتقل من إنسان إلى إنسان فالأجر الأول لمن علمه، حتى نكون كلنا في يوم القيامة في صحيفة رسول الله المعلم الأول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الصدقة الجارية العلم يعتبر صدقة جارية، ولم يخصص النبي العلم الشرعي، قال أو علم
ما قال أو العلم، لو عرفه لاختص بالعلم الشرعي، ولكن لما ذكره نكرة عم كل علم، فسواء علمت اللغة الأجنبية أو العربية أو علمت الصنعة أو علمت عمل مبدأ، أي عمل ينتفع الإنسان به فأنت مأجور يوم القيامة. ففي عالم الطب عم يعلم الطب فهو عالم، وعلم في عالم الهندسة لبناء البيوت، في عالم الالكترون الآن لاستخدام الأمور الصعبة، فهذا كله قال له علم. ليس المراد العلم الشرعي فقط، بل أي علم ينتفع به الإنسان أو علم ينتفع به، هذا ما ينفع بعد الموت، أو ولد صالح يدعو له. الولد الصالح سواء كان ولدك أو كان ولدك العلمي أو ولدك الروحي، لو كان الولد بالنسب قال أو الولد الصالح، لكن قال أو ولد. الولد كل من انتفع بك في حياتك وعمل بنصحك فهو ابن لك. فلذلك النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، والقراءة الثانية وهو أبوهم، معناتها كل من انتفع من علوم النبي فهو ابن النبي، واللي انتفع من علم الشيخ فهو ابن الشيخ. فالولد الصالح الذي يدعو لمعلمه في غيبته، هذا الابن يلي نسبه صحيح دائما بيدعي لمعلمه، بيدعي لمربيه. أما إذا كان لا يدعو للمربي ولا للمعلم فليس له نسب في ذلك. فهذا بالنسبة لي. فالأولاد إذن كذلك ينفعون. فالأولاد المؤمن ينشئ أولاده على الأعمال الصالحة، على الإيمان، على التقوى، على الطاعة. واحذروا أخواني، احذروا أبناءكم ما يقطع هذه الصلة بينهم وبين الله. كل واحد له أولاد يربي أولاده من الطفولة على محبة الله ومحبة رسوله ومحبة أوليائه، حتى إذا أتاك الأجل يكون أولادك على طاعة وتقوى. أما إذا ترك أولاد سرسرية، أولاد عصاة، أولاد مذنبين، فمعاصيهم عليك، كما أن طاعة الأولاد المتقين كذلك للآباء بعد موتهم. فما يقوم به الولد بعد موت أبيه من طاعة أو عمل أو صلاح أو جهاد أو ذكر، كل ذلك في صحيفة الآباء، في صحيفة الأب والأم يلي سعوا أن الابن شو يكون صالح. أما إذا عمل نقصا كذلك في صحيفة الأب إذا قصر في توجيهه وتعليمه. كان بعض الصحابة يقول: اللهم إني أعوذ بك من عمل أخزي به أمواتي بين الأموات. العمل السيء بده يعرض على الأب وعلى الأم، فيسود وجه الأب بعمل ولده السيء، ويسود وجه الأم بعمل البنت السيئة التي قصرت في تربيتها. فحتى يكون أبنائنا أعمالهم في صحائفنا، لازم نربي الأبناء على التقوى ونربيهم على الإيمان. فكم من ولد ابيض وجه أبيه بعد الموت بعمله، يبيض وجه الآباء بعمل الأبناء، وتزداد حسنات الآباء وتثقل موازين الآباء بعمل الأبناء. وما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم والبيهقي وسعيد بن منصور عن ابن عباس قال: إن الله ليرفع
ذرية المؤمن معه في الجنة، أولاده بيرفعهم إلى منزلته، ومن كانوا دونه في العمل أقل منه في العمل هو كان تقيا ومؤمنا، هن أصلوا بيرفعون إياهم لعنده لتقر بهم عينه، مشان بالآخرة يفرح أنه هدول أولاده، أولاد أولاده كلهم معه. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، ألحق بهم عمل الذرية وألحق الذرية بهم، رفعهم إلى درجتهم. فإذا أولاد الصالحين معهم يوم القيامة في الجنة وإن قصروا في العمل، والذرية كذلك معهم ما داموا في نسبة التقوى والإيمان. فأنا أقول لكم يا ابني، بيني وبينكم في نسب، صح؟ تعترفوا بها النسب؟ بيني وبينكم نسب ذكر الله، فمن ذكر الله فهو ولدي حقا، ولقائي به يوم القيامة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجمعنا به. أما من قصر في ذكره أو قصر في طاعته فلا يلم يوم القيامة أن يقول أنا حضرت معك، أقول لم تذكر الله. فصلتنا ذكر الله، وحبنا حب رسول الله، واجتماعنا على كتاب الله، فمن مشى على هذا الخط فهو يوم القيامة إن شاء الله معنا، نسأل الله أن لا يقطعنا عن بعضنا. أما عبد قصر في ذكره أو قصر في طاعته فلا يلومن إلا نفسه. وورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح، إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة. هو أخذ درجة 17، قال ارفعوا له إياها للخمسين، لفوق للخمسين، فيقول: يا رب أنى لي هذا، منين ارتفع درجتي؟ عملي أنا وصل لل 17، فشو يلي رفعني لفوق؟ فيقول: باستغفار ولدك لك، ابنك عم يدعي لك: اللهم رب اغفر لي ولوالدي. فما دام عم يدعي لك بالمغفرة عم نرفعك، فهذا الدعاء عم يطلع يرفع الأب حتى يصل إلى أعلى عليين بدعاء الولد. فالولد الله بيلحقه بأبيه، وبدعاء الولد الأب ترتفع منازله ومقاماته. فما هذا الولد الصالح قديش غالي هذا؟ شو بيسوى الولد الصالح؟ والولد اللي تربى على شرب السيكارة، والولد اللي تربى على اللهو، والولد اللي تربى على ضياع الأوقات، والأولاد اللي عم تتربى على من غير اكتراث بالطاعة أو العبادة، هذا كله على مسؤولية الوالدين. فإذا كان الأب والأم عرفوا يربوا الأولاد وهن صغار، لما بيصيروا كبار بده يربوهن، فالمفروض إذن أن تكون الأولاد زخرا لنا يوم القيامة، تثقل موازيننا وتزيد بطاعاتنا. ثم بيّن القرآن أن هؤلاء الذين دفعوا الأموال ليفتدوا أنفسهم أو ليصدوا عن سبيل الله، فبيّن الله أنهم لن ينتفعوا بها، ثم أخبر عن نهايتهم فقال: وأولئك أصحاب النار.
أنفقوا أموالهم فخسروها وخسروا أنفسهم وكانوا من أصحاب النار. كلمة أصحاب النار يعني النار مطوبة إلهم، طابوا. ما بيقول فلان صاحب البيت، فلان صاحب الدكان، قال هدول أصحاب النار لأنه ملازمين عليها، لا ينفكون عنها ولا يغيبون عنها، وهم مصطحبين لها وهي صاحبتهم ما داموا فيها. الله أكبر. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، خلود أبدي لا ينقطع، خلود دائم إلى ما شاء الله، لا يخرجون منها. وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. هؤلاء الكفرة لا يخفف عنهم من عذابها، وهم فيها كالحون. شففهم تنقشط وجوههم، نسأل الله العفو والعافية، هذا عذابهم في النار. لح آخذ من هالمعنى كمان، إذا أولئك أصحاب النار الكفرة معناتها المؤمنون المذنبون الخطاؤون الذين يرتكبون بعض الذنوب لا يخلدون في نار جهنم. الخلود فقط لمن؟ الخلود فقط للكفرة، لأنهم كما وصفهم الله إنما المشركون نجس. والنجس هل يمكن له أن يطهر؟ ممكن، قد ما غسلنا بيطهر. فهؤلاء في النار أصحاب النار لا يخرجون منها أبدا. أما مؤمن عاصي، مؤمن مذنب، مؤمن خطاء، فهذا يدخل النار بينما يتطهر من ذنوبه ويتنقى من خطاياه، ثم يؤذن له بدخول الجنة. والمؤمن اللي من هون بيتوب إلى الله وبيستقيم من هون ما بيحتاج أن يدخل النار، أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. فإذا كان أهل التوحيد وأهل العبادة ارتكبوا بعض الخطايا وبعض المعاصي، فعند أهل السنة والجماعة لا يخلدون في النار أبدا. أما عند المعتزلة، فئة من فئات المسلمين ممن زاغت بهم القدم، فهؤلاء قالوا أن الذي يرتكب الكبيرة مخلد في نار جهنم. أما نحن نقول لا، المؤمن العاصي يدخل النار ليتطهر، ليس من أصحاب النار، إنما يدخلها تطهرا وتنقية. فإذا تطهر منها خرج من النار وأدخل الجنة. وقد ورد أن آخر أهل النار خروجا منها جهينة، يقول أهل الجنة عند جهينة الخبر اليقين أنه آخر واحد بيطلع من النار من أمة النبي. بيسألوا فيه بي حدا؟ فلا يبقى أحد في نار جهنم إلا الكفرة، وعندها تغلق عليهم النار، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. فأهل الإيمان مهما عصى يحاسب في النار على قدر عصيانه، على قدر ذنوبه. يعني النار باللغة اللي لازم نفهمها كلنا، النار ما هي إلا دار تعقيم، تعقم الإنسان مما تعلق به من جراثيم المعاصي، ما تعلق به من جراثيم الخطايا. فبيدخلوك على الكورنتينة، بيتموا بلاوك حتى تتعقم، فإذا تعقم وطهر بيسمحوا له أن يدخل إلى الجنة، دار الطاهرين الأنقياء الأصفياء. ومن خرج من الدنيا وهو طاهر ونقي
لا يحتاج أن يدخل إلى الكورنتينا. هلا بالسفر إذا واحد مسافر معه شهادة صحية إنه ملقح بيدخلوه على الكورنتينا بيقولوا له تفضل، أما ما معه شهادة صحية وغير ملقح وين بيدخلوه؟ بده يدخل على الكورنتينا وبدهم يلقحوه لحتى ما يتأثر. فإذا نار جهنم بالنسبة لأهل الإيمان ما هي إلا دار تعقيم لما علق بالإنسان من جراثيم من معاصي، فإذا تطهر منها يدخل الجنة ويخرج من نار جهنم. أولئك المشركون والكفرة أصحاب النار، هم فيها خالدون. فما دام هن أصحاب النار، أما أهل الإيمان أصحاب النار، الله قال عنهم أولئك أصحاب الجنة، أصحاب الجنة أهل الإيمان وأهل التوحيد كلهم من أهل الجنة. متى قال المؤمن لا إله إلا الله محمد رسول الله كان من أهل الجنة، فإن كان نقي الثوب دخلها بغير حساب، وإن كان ملوثا حوسب، فإما أن يعذب وإما أن يغفر الله له. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم وللمسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة، وأوصي ثوابها وأنوارها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح سيدنا الشيخ محمد أمين، وإلى روح سيدنا الشيخ عبد الغني النابلسي، وإلى روح سيدنا الشيخ محي الدين ابن عربي. اللهم أوصي ثواب ذلك إليهم، واجعلها نورا يتلألأ بين أيديهم. اللهم زد في حسناتهم وارفع درجاتهم وانفعنا من بركاتهم، واجعل مثل ثواب ذلك في صحيفة آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وسابقة إلى قبورنا. اللهم ألهم رئيسنا العمل بكتابك والأخذ بسنة نبيك. اللهم وفقه إلى الرشد وجنبه الزلل، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وللمسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين. لا تأخذوني الأسئلة ملحة، أحسن جاوب عنها لأنه في عندي وعد.
بدي يكون عند الوعد ان شاء الله بلحق. شو جوز الجامع؟ حط وادي الجامع. هي لا وين بيقول لك اقف الصلاه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله.
فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم اهدنا بالهدى ووفقنا للتقوى وقل بيدنا لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، ولا تخزنا في هذه الدنيا ولا يوم الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همنا وحزننا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأحبابنا وللمسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي وآله الفاتح. أمه لا تبكي فدمعك مؤلم، أمه لا تبكي فدمعك مؤلم، قلبي لأجلك في الحياة يذوب. أمه لا تبكي فدمعك مؤلم، أمه لا تبكي فدمعك مؤلم، قلبي لأجلك في الحياة يذوب. أمه ما هذا فراق بخاطري، أمه ما هذا فراق بخاطري، موتي قبيل ولادتي مكتوب. أمه ما هذا فراق بخاطري، أمه ما هذا فراق بخاطري، موتي قبيل ولادتي مكتوب. أبتاه كيف دمع عينك واصطبر، فالصبر عند النازلات يثيب. أبتاه كيف دمع عينك واصطبر، فالصبر عند النازلات يثيب. العمر إن طال الزمان مقدر، والموت من كل الألام قريب. العمر إن طال الزمان مقدر، والموت من كل الألام قريب. العمر إن طال الزمان مقدر، والموت من كل الأنام قريب. بنت المنايا فالحياة سحابة، والخلق خلف ضباها بها محجوب. العمر إن طال الزمان مقدر، والموت من كل الأنام قريب.
فالحياة سحابة دنت المنايا فالحياة سحابة والخلق خلف ضبابها محجوب. يا إخوتي هي عبرة لمن اتقى. يا إخوتي هي عبرة لمن اتقى أو ألقى لي سمعا وكان لبيب. يا إخوتي هي عبرة لمن اتقى. يا إخوتي هي عبرة لمن اتقى أو ألقى لي سمعا وكان لبيب. يا إخوتي هي عبرة لمن اتقى. يا إخوتي هي عبرة لمن اتقى أو ألقى لي سمعا وكان لبيب. وكان لبيب وكان لبيب وكان لبيب ألقى لي سمعا وكان لبيب وكان لبيب. ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن. ليس اليتيم الذي قد مات والده. ليس اليتيم الذي قد مات والده إن اليتيم يتيم العلم والدين. ما كل من ذاق الصبابة مغرام. ما كل من وصل الحبيب مصيب. ما كل من طلب السعادة نالها. ما كل من قرأ الكتاب لبيب. ألا ألا يا نائم الليل. ألا يا نائم الليل. كيف المنام يطيب. الموت حق ولكن الفراق صعيب. تغربت عن وطني. تغربت عن وطني. تغربت عن وطني.
فطالت غربتي فيا أسفي على الدنيا على الدنيا على الدنيا على الدنيا على الدنيا أموت على الدنيا أموت على الدنيا أموت غريب أريد أن يكون خصم قبري وشيال العشير فاقي لا يكون غريب أريد أن يكون خصام قبري والدي وشيال العشير فاقي لا لا غريب أريد أن تكون خياطة كفني والدتي أريد أن تكون خياطة كفني والدتي ولكن يا أمه ولكن يا أمه لا تحزني لا تحزني لا لا تحزني فالحبيب انتقل غريب غريب غريب